ظهرت فضيحة جيل ويندراش بعدما كشفت الصحف البريطانية أن 57 ألف شخص بدون جنسية بريطانية وليس لديهم أي أوراق ثبوتية. والسبب في ذلك وزارة الداخلية لحكومة المحافظين عام 2010 التي كانت ترأسها آنذاك تريزا ماي رئيسة الوزراء الحالية. وزارة الداخلية حينها اعتمدت قرارا لحكومة العمال التي سبقتها في التخلص من سجلات الأرشيف التي شملت بطاقات إثبات دخول 57 ألف طفل قدموا مع ذويهم آنذاك في الفترة بين عام 48 وعام 71. وبعد كل تلك السنوات اكتشف هؤلاء أنهم يواجهون خطر الترحيل من المملكة المتحدة التي لا يعرفوا وطنا آخر غيرها. هذه تعتبر فضيحة بمعنى الكلمة لبريطانيا وللحكومة البريطانية وحكومة المحافظين بشكل خاص. نحن لأول مرة نشهد أكثر من 57 ألف مواطن، يعني 57 ألف شخص نحن أمام ظاهرة بدون في المملكة المتحدة، وربما هذه الفضيحة تطيح بالحكومة البريطانية. جيل الويندراش ينسب لسفينة وصلت إلى ميناء تيلبوري عام 1948 وعلى متنها عمال من مواطني توغو وجامايكا وترينيداد، كانوا من رعايا مستعمرات بريطانية استدعتهم الحكومة في لندن كجزء من سياسة البحث عن الأيدي العاملة بعد الحرب العالمية الثانية. أبناء جيل الويندراش هم الآن في مناصب عليا بكافة مجالات العمل. رئيسة الوزراء تريزا ماي اعتذرت عن هذا الوضع في أكثر من مرة، وتلتها وزيرة الداخلية أمبر راد بل أصدرت تصريحا أمام أعضاء البرلمان بحل سريع للمشكلة التي بات هناك خشية من انتشارها في القارة الأوروبية. سأحرص على أن يتمكن أولئك الذين ضحوا بحياتهم هنا ولكنهم تقاعدوا الآن إلى بلدهم الأصلي من العودة إلى المملكة المتحدة. مرة أخرى سأتنازل عن تكلفة أي رسوم مرتبطة بهذه العملية، وسنعمل مع سفاراتنا ولجاننا العليا للتأكد من أن الأشخاص يمكنهم الحصول على الجنسية البريطانية. لم يضر ببال أحد أن يكون في بريطانيا بدون أو مواطنون بريطانيون دون جنسية أو دون وثيقة سفر رسمية بريطانية. ويبدو أن أمبر راد وزيرة الداخلية ستكون كبش فداء هذه الحكومة حتى تستمر تريزا ماي في منصبها كرئيسة للوزراء. عمرو منيري، قناة الغد، لندن.